السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الري والبزل Design of Irrigation and Drainage Network. تعلمنا بالمحاضرة السابقة ما هي أنواع وصنفناها اعتمادا على طريقة الري، الري السطحي وممكن يكون بالأحواض أو بالأخاديد أو بالري الحدودي، والنوع الثاني اللي هو الأهم يكون تصاميمنا عليه اللي هو الري الآلي، ويصنف إلى طريقة الري بالرش سبرنجلر وطريقة الري بالتنقيط وطريقة الري بالمرشات الدقيقة. إن شاء الله اليوم بهذه المحاضرة راح ناخذ البرنسبل أساسيات أو مبادئ أوف ديزاين لتصميم الري بالرش السبرنجلر إيريجيشن. تمام، هاي بداية محاضرتنا. نرجع إلى بداية المحاضرة. إحنا نوهنا بالمحاضرة السابقة إنه طريقة الري بالمرشات، نرجع إلى بداية المحاضرة، الري بالمرشات اللي هو هذا اللي عبارة عن مضخة بامبنج ستيشن تمتد عن طريق أنبوب رئيسي يسمونه المين لاين بايب، ويتصل بالأنبوب الرئيسي أنابيب فرعية مرفوعة نحو الأعلى بزاوية معينة على حسب نوع المحصول لغرض توزيع الماء عن طريق المرشات. أساس مبدأ عمل طريقة المرشات هو عمل استمطار صناعي Artificial Rain، مطر صناعي، لأنه هو مرشات راح ترتفع نحو الأعلى وترش الماء على الحقل أو المحاصيل، وبالتالي تشبه عملية المطر الطبيعي لكنها بما أنه تجري عن طريق مضخات صناعية فيسموه الاستمطار الصناعي. منين تتكون؟ سبق ونوهنا بالمحاضرة السابقة، من أنبوب رئيسي المين لاين بايب وأنابيب فرعية ترتبط بها المرشات تسميها اللاترال بايب، وهذه هي المرشات الدقيقة اللي هي تسميها السبرنجلر إيريجيشن أو سبرنجلر سيستم. تمام عيني، هاي هي المبادئ الرئيسية اللي تناولناها بالمحاضرة السابقة. اليوم راح نجي إلى طريقة تصميم البرنسبل. عنوان محاضرتنا هذا اليوم هو البرنسبل أوف ديزاين السبرنجلر إيريجيشن سيستم. لازم احنا نعرف اكو عندنا نوعين من المسافات، المسافة الأولى نسميها S1 والمسافة الثانية نسميها S2. طبعا اذا جيت قريت هنا السبيسنج بتوين تو ادجست سبرنجلر الون ذا لاترال، والاس 2 السبيسنج بتوين تو ادجست لاترال الون ذا مين لاين، يعني شنو معناها؟ يعني قيمة الاس 1 وقيمة الاس 2 شنو معناها؟ قيمة الاس 1 اذا ننتبه عليها ها هي، نرجع لهنا الاس 1 الاس 1 احنا ننوه على شغله رئيسيه، المرشات وين نضعها السبرنجلر؟ على الانابيب الفرعيه، ما نضعها على الانابيب الرئيسيه. شنو اللي يرتبط بالانبوب الرئيسي؟ الانابيب الفرعيه، لكن المرشات ترتبط على الانبوب الفرعي نفسه. تمام، والانبوب الرئيسي شو يرتبط به؟ يرتبط بالانابيب الفرعيه اللي توزع الماء بشكل فرعي. تمام، هذا الانبوب الرئيسي. نجي المسافة بين مرشة وأخرى، وسبق ونوهنا المرشات وين واقعة؟ على الأنبوب الفرعي. إذا المسافة spacing between بين سبرنجلر and another وأخرى نسميها المسافة S1. تمام، S1 هسه شي مثل إنه المسافة بين مرشة وأخرى. S2 شي مثل إنه يمثل إنه المسافة بين أنبوب فرعي وأنبوب فرعي آخر. إذا الأنابيب الفرعية وين تقع؟ على الأنبوب الرئيسي، لكن المرشات وين تقع؟ تقع على الأنابيب الفرعية. فنعرف لازم الأس1 هي المسافة بين مرشة وأخرى، والأس2 هي المسافة بين أنبوب فرعي وأنبوب فرعي آخر. هاي أول معلومة، أنا أتوقع الرسم هذا راح يخليك تفهمها أفضل من الكلام. تمام؟ إذا هذا هو الأس1 والأس2. دائماً من نحدد المسافة لازم تكون، نذكر بالبداية الأصغر يلا الأكبر، يعني نقول الأسون نشقد قيمته اللي هي المسافة بين مرشة وأخرى، الدور نذكر المسافة بين أنبوب فرعي وأنبوب فرعي آخر. تمام عيني، دائماً من نحدد المسافة نذكر الأسون وبعدين نذكر الأستو. تمام عيني، بالتصميم أول خطوة نحدد الأسون وبعدين نحدد الأستو. يعني من أريد أصمم أول شيء أحدد المسافة بين مرشة وأخرى الواقع على الأنبوب الفرعي، بعدين بعد ما أعرف المسافة وشقد تطيني محيط مبلول لذلك أحدد المسافة الثانية اللي هي الأستو بين أنبوب فرعي وأنبوب فرعي آخر. تمام عيني، نجي إحنا مثل ما نعرف الحقل يعني الفولت إلى تكون نهايات، هذا الحقل أكو مسافتين لازم أعرفهم،
المسافتين شو تقول؟ تقول انه اني المرشة، هاي المرشة من اعمل لها يعني نهايات، نهاية اخر مرشة، اخر مرشة نهايتها عن حدود الحقل لازم تبعد مسافة نصف الاسون، نصف الاسون، ونهاية اخر انبوب فرعي عن نهاية الحقل يبعد مسافة نصف الاسطو، يبعد مسافة نصف الاسطو. يعني شنو؟ يعني مثلا هسه هذا حقل ممتد، خلينا نعتبر هاي اخر مرشة، اخر مرشة هنا بعد ما راح تجي وراها مرشة ثانية، لا راح تكون نهاية الحقل، الحدود مال الحقل، فش قد تبعد هاي اخر مرشة عن حد الحقل، عن الحدود مال الحقل النهائية، تبعد مسافة نصف الاسون. الاسون هو شو يمثل لي بالاصل؟ يمثل لي المسافة بين مرشة واخرى. خلينا نقول هسه المسافة بين هاي المرشة وهاي المرشة مثلا 1 متر، اخر مرشة ايش قد راح تبعد عن الحقل، نهاية الحقل راح تبعد نصف الواحد، يعني 0.5، يعني نصف متر. زين، المسافة الثانية اللي احنا راح يحيط بها الانبوب، الانبوب الفرعي، الانبوب الفرعي اخر انبوب بعد ما يجي بعد انبوب، لان راح مثلا تجيك حدود الحقل، ايش قد يبتعد اخر انبوب فرعي عن حد الحقل؟ يبتعد مسافة نصف الاستو. هي الاستو شو تمثل لي؟ تمثل لي المسافة بين انبوب فرعي وانبوب فرعي اخر. يعني خلينا نقول هسه المسافة بين هذا الانبوب الفرعي الى هذا الانبوب الفرعي 3 متر، تمام؟ فاخر انبوب فرعي ايش قد يبعد المفروض بالديزاين كريتيريا عن نهاية الحقل؟ يبعد 3/2 نصف الاستو، فثلاثة على 2 يعني 1.5 متر، تمام عيني؟ اتوقع لهنا واضح جدا. بعد ذلك راح نجي، هي هاي دائما نترك مسافة نصف الاستو بين اخر انبوب فرعي ونهاية الحقل من الطرف، وكذلك المرشة اخر مرشة ايش قد نترك مسافة عن نهاية الحقل الها؟ نصف الاسون. وعرفنا شنو معنى الاسون وشنو معنى الاستو. هسه نجي الى المساحه المرويه عن طريق المرشات السبرنجلر اوبريتنج، شو تساوي لي؟ تساوي لي الباي في دي تربيع على 4، يعني مساحه دائره، بحيث الدي هو القطر المبلول، القطر اللي راح انه تصير به رطوبه او رش عن طريق المرشات، الويتد باراميتر، تمام عيني؟ سو الويتد باراميتر هذا ايش قد مقداره؟ ايش قد القطر مالته؟ كبير صغير؟ شنو هي الامور اللي تحكمه؟ الويتد باراميتر هذا اللي ينرش عن طريق السبرنجلر عن طريق المرشات هو عباره عن فانكشن، هو عباره عن معادله تحكمه البريشر هيد، كل ما كان ضغط الماء قوي كل ما كان الدياميتر المحيط المبلول عن طريق المرشات كبير. ثانيا التصريف الوارد، الابلايد ديسشارج، التصريف الوارد الى من الانبوب الفرعي الى المرشه، تمام؟ الالفا، الالفا هي زاويه ميلان المرشه اللي هو هذا، هذا هاي احنا مو قلنا الانبوب الفرعي راح او العفو الماء راح ينجي عن طريق البومبنج ستيشن، وحده الطرد المركزي او المضخه المركزيه يجري بالانبوب الرئيسي، بعدين الانبوب الرئيسي شو يسوي؟ يوزع للانابيب الفرعيه، هاي الانابيب الفرعيه تكون مرفوعه، رايزر مرفوعة بها ارتفاع عن الأرض. إيش قد نسبة الارتفاع؟ نسميها زاوية ألفا. هاي تعتمد على نوع المحصول وعلى نوع التربة، نوع الـ يعني الكلايمت زون الخاص بالمنطقة، تمام عيني؟ فهي هاي الألفا. الألفا إيش قد تأخذ؟ إذا كانت الأرض بساتين نأخذها 7 درجات، نرفع الأنابيب الفرعية عن الأنبوب الرئيسي بزاوية حادة مقدارها 7، لكن بالمحاصيل الزراعية المحاصيل الموسمية نرفعها من 23 إلى 27 درجة أقصى حد، ما يصير نرفع فوق 27. ليش؟ لأن تعرف الأراضي المفتوحة اللي نزرع بها المحاصيل الزراعية تكون عرضة للتيارات الهوائية بشكل كبير، لأن ما توجد مصدات رياح، فهاي الرياح العالية راح تأثر على المنظومة، ممكن تكسر لك المنظومة، فما يصير تزيد درجة الانحراف أو الارتفاع، الزاوية اللي يميل بها الارتفاع هذا عن 27 درجة يعني كديجري، تمام عيني؟ فهو هذا اللي نقصد به. نجي على شغلة ثانية، المساحة المروية، المساحة المروية السبرنجلا أوبريتنج سيستم أريا، المساحة المروية عن طريق مرشة واحدة شو نسميها؟ يعني شلون نجدها؟ هي حاصل ضرب الأسون في الأستو. الأسون شنو معناه؟ السبيسنج بتوين بين 2 مرشات، والأستو هو المسافة بين 2 أنابيب فرعية، تمام عيني؟ هاي المروية عن طريق مرشة واحدة.
هاي ننتبهن. إذا كانت المرشات بالحقل تعمل كلها في آن واحد، لذلك المساحة المروية راح تأخذ كمساحة مستطيل أو مربع إذا كلهم يعملن في نفس الوقت. وصراحة إحنا هذا الأكثر شيء نعتمده، إنه أنا من أشغل المرشات أشغلها كلها نفس الوقت، فلذلك نضرب الأسهم في الأستو. لكن إذا كانت المنظومة تعمل بشكل جزئي، يعني أول شيء أشغل أول برانشين بعدين، يعني شلون تعمل بشكل جزئي؟ يعني هنا أشغل هذا وأطفي هذا وأشغل هذا، يعني بين واحد وواحد نسميه عمل جزئي. فلذلك المساحة راح تكون المروية للمرشة هي مساحة دائرة، لأن راح تفتر المرشة بشكل دائري فقط، لأن بصفها ما تعمل اللي بعدها تعمل، فراح تكون المسافة المروية هي مسافة دائرة. تمام عيني؟ ناخذ القانون الأول اللي هو الباي على 4 في الدي تربيع المحيط المبلوع. نجي احنا قلنا اول عمل بالمرشات الصناعيه هي العفو سبرنجلر، اساس مبدا عملها شنو؟ استمطار صناعي، انه اني اصنع مطر لكن صناعي ارش به المزروعات، يعني محاصيل المزروعه. لذلك لازم اعرف اني الشده المطريه، ارجع وانوه الشده المطريه اللي اقصدها هنا هي الشده المطريه الناتجه عن، انوه عليها الناتجه عن شنو؟ عن عملية الاستمطار الصناعي اللي هو شنو اسمها المعنى الثاني، يعني ناتجة عن عملية السبرنجلر إريجيشن. فهاي الشدة المطرية الصناعية تتصنف إلى اثنين، هي شو اسمها أصلاً الشدة المطرية الصناعية؟ الأبليكيشن. انتبه ليش كتب الأبليكيشن؟ المسلطة، يعني مو طبيعية جاية من البرسبتيشن الطبيعي، لا أنت مسلطها. لذلك شنو اسمها؟ أبليكيشن ريت إنتنسيتي، الشدة المطرية المسلطة. تصنف إلى اثنين، أول شيء المعدل إلها الأفرج أبليكيشن ريت، شنو رمزها؟ بما أنه أبليكيشن الحرف الأول كابيتال فهي أي، وأفرج فياخذ أي في، فرمزها يكون أي كابيتال للأي في. تمام عيني؟ شلون نحسبها؟ هو حاصل التصريف اللي يعني اللي حينتج من المرشة في وقت الري، في تي أي يعني تايم أوف أبليكيشن. نجي الكيو منين جايني؟ الكيو جايني من ديبث في اريا، مو صح؟ لان هو متر مكعب، فالديبث دي جروس في الاريا المساحه المرويه. هسه احنا على اعتبار ناخذ المرشات كلها تعمل، الا الى هو ذكر قال المرشات تعمل بشكل جزئي، هاي واحد. فاحنا ناخذ الكريتيريا اذا لم يحدد ناخذ على اعتبار ان المرشات كلها تعمل في نفس الوقت، فش راح يصير؟ يصير الأسود في الأستو، تمام؟ هاي الأريا المساحة المروية، وهذا الدي جروس. لذلك الدي أفرج يساوينا بصورة عامة ديسشارج على أريا، تصريف على أريا، هاي الشدة المطرية، الشدة المطرية هاي، هذا الشدة المطرية يساوينا التصريف على الأريا المساحة، فالكيو على الأريا أسود في أستو، تمام عيني؟ هو هذا، ونضربها في ألف حتى نحولها لملم على أور، دائما نحول الوحدات من متر إلى أور إلى ملم إلى أور، تمام عيني؟ هاي أول شيء، يا نوع من الشدة المطرية الصناعية اللي هو الأفرج، تمام؟ الكيو هو السبرنجلر ديسشارج، التصريف الناتج من المرشات بالمتر مكعب على الأور، تمام عيني؟ والأسود في الأستو هي المساحة المروية. النوع الثاني من الشده المطريه الصناعيه او المسلطه احنا نسميها الابلكيشن، نسميها الانستنتينيوس يعني اللحظيه، ورمزها اي كابيتال. هاي الاي كابيتال منين جاي؟ من كلمه ابلكيشن، والانستنتينيوس ناخذ منها اول حروف اي ان اس تي، تمام عين؟ ناخذ فقط هاي الحروف من عندها، فشده مطريه لحظيه مسلطه. مسلطه يعني مو طبيعيه، يعني صناعيه، يعني جاينا من طريقه الاستمطار الصناعي للمرشات. فأي كابيتال instantaneous INST شو يساوي لي؟ الديسشارج على الأريا نفس الشيء، تمام. الديسشارج هو كيو على الأريا لحظة، بما أن قلنا شنو هي؟ شدة مطرية لحظية، يعني تجي من المرشة مباشرة للأرض. فالأريا هنا راح ناخذ مساحة دائرة باي على 4 دي تربيع في ألفا الزاوية المرفوع بها الأنبوب الفرعي على 2 باي. اثنين هنا الباي تفرق عن هاي الباي، هنا الباي للمساحة هي 3.14، والدي هذا القطر المبلول الويتد باراميتر، الألفا الزاوية على حسب نوع المحصول، والاثنين باي ككل هي الباي 180 درجة، 2 باي 360 درجة، فتفرق هاي الباي عن هاي الباي، هاي 3.14 وهاي 180، بحيث الاثنين باي تنطيك 360 درجة، موضحيها لك هنا أنا. تمام عيني؟ الألفا متغيرة على حسب نوع المحصول وغيرها، دائما خلي في بالك الشدة اللحظية الانستنتينيوس ابليكيشن أكبر من المعدل للشدة المطرية من الأفرج. تمام عيني؟ نجي
هسه أنا حتى أشغل المرشات مالتي وتكون المرشات كفوءة، لازم شنو الماء الأسلطة للتربة ما يصير بي خسائر، يعني مو أنا أسلط مي عن طريق المرشات بشكل أكبر بحيث أسبب غرق للتربة وبالتالي أنا ما استفاديت، أرجع للطريقة الأولى اللي هي الري السطحي وما يحتاج هاي التكلفة والخسائر والكوست ومت أنابيب داخل الحقل وغيرها. لا أنا إيش أريد أوصل؟ أريد إنه ما أسبب خسائر ضائعات أو خسائر بسبب الري السطحي، يعني خسائر نتيجة الضائعات أو نتيجة الري السطحي. فشنو أسوي؟ لازم أنا الري اللي أنطي يوصل إلى جذر النبات فقط، ما يتعدى نهائيا. لذلك لازم أتحكم بالتايم أوف أبليكيشن، وقت تسليط الماء. زين هذا شلون اتاكد من عند اني اعرف ايش قد انطي تصريف وايش قد انطي وقت ري بحيث اني اضمن ما يصير عندي خسائر؟ لازم اعرف الانفلتريشن، ارتشاح التربه. اتوقع اني هذا الشيء بما انه انت طلبت موارد مائيه درستوا ضمن المرحله الثالثه ماده الهيدرولوجي، ماده الهيدرولوجي تناولتوا بها موضوع سميتوه الانفلتريشن اللي هو الارتشاح او التغلغل داخل التربه، واخذتوا عده معادلات حاكمه عن طريقه تقدر انت تحسب مقدار الارتشاح، واحد هذه المعادلات هي معادله هورتن، المعادله الامبريكال، وعندنا معادلات اخرى نقدر نحسب بها الطريقه الامريكيه، يعني عدة معادلات استوى الكونزرفيشن ميثود وغيرها نحسب عن طريق الارتشاح، ومعادلة التمبت اكويجن هاي معادلة جدا متقدمة صراحة، يعني مو ضمن اختصاصك انت هنا، لكن عدة معادلات انا تحكمني بحساب الارتشاح. فانا شريت اوصل، اريد اوصل الماء المسلط اللي افرج انفلتريشن، افرج المعدل، انا اسلط افرج بالاغلب افرج ابلايد ريت انتريشن، يعني الشده المطريه المسلطه من المرشات لازم اصغر او تساوي الارتشاح. ليش؟ حتى ما تصير عندي خسائر. هاي اهم، يعني تتخرج انت ان شاء الله وتروح وتكون في تعمل في كذا، او ممكن تصعد للهاي جراجويت انيثينج، اول سؤال يسالك انت من تريد تصمم مرشه شنو مبدا العمل مالتك؟ لازم اني الماء المسلط او الاستمطار المسلط من المرشه ماي اكبر اصغر العفو او يساوي الانفلتريشن الاساسي. ليش؟ حتى ما تصير عنده ضائعات تنتقل الى التربه ويصير بها دي بيركوليشن ويصير خسائر، وبالتالي انا ما استفادت من طريقتي التقنيه الاليه، وكانه انا لو ارجع للري السطحي افضل واقل كلفه. تمام عيني؟ فلازم نعرف الانفلتريشن، فراح نعرج عليه هنا بشكل بسيط. هو الانفلتريشن بصوره عامه شنو؟ هو حركه الماء خلال التربه، خلال سطح التربه، through of soil surface approved باعتبار ان سطح التربه سطح مستوي. عندنا نوعين احنا من الارتشاح، ارتشاح لحظي يصير بنفس اللحظه، وارتشاح البيسك وتناولتوه مسبقا بشكل رئيسي. اللحظي يصير في اول فترات يعني الري، والارتشاح البيسك هو ارتشاح هذه التربه. هاي التربه شلون احددها؟ الى عندها كريتيريا. اول شيء نوع التربه، انت التربه مالتها كل ما تكون كوهيجن متماسكه راح الارتشاح مالتها يقل، لان هي اصلا راح تحفظ الماء داخل يعني الفويد مالتها. انتم مثل ما تناولتوا بماده السويل ميكانيك بالمرحله الثالثه اخذتوا السويل دايجرام او الفيز دايجرام الخاص بالسويل، شنو هو العين التربه ما تتكون من الصلد بارتيكل والفويد، والفويد تقسم الى اثنين، يعني فراغات مملوءه بالماء او ممكن تكون مملوءه بالهواء، او كليا بالماء او كليا بالهواء او جزئيا هواء زائد ماء، هذا حسب نوع التربه. اذا كانت ساتوريتد في الفويد ريشيو راح تكون مملوءه كامل بالماء، واذا كانت بارشيلي ساتوريتد فتكون ماء وهواء، واذا كانت التربه دراي تماما فراح تكون مملوءه كاملا بالهواء. سو احنا على هذا الاساس الكوهيجين وكذلك نوع الهيدروليك كونتكتيفيتي التو الموصليه وغيرها راح نحدد هذه التربه ايش قد نسبه ارتشاح يحصل بيها، ايش قد انفلتريشن يحصل بيها. تمام عيني؟ فاني اقيس على البيسك انفلتريشن الارتشاح الاساسي سو اللي هو نسميه اي بي. نعرج حتى احنا وسبق ونوهنا ان شلون نحسبين، اذا تذكرون طريقه حساب الانفلتريشن احنا العامودي يمثل الانفلتريشن الانستنتينيوس، تمام؟ وهنا يمثل التايم. الحاله الاولى هو الحاله الكريتيكال، يعني القيمه اللي نقيس بها هو الواحد. فنجي
بالحالة هنا لاحظ ما نزل إلى تحت الواحد، فهنا ما صار عندي رنوف، ما صار عندي خسائر، ما صار عندي خسائر. هنا لاحظ هاي الجزء صار عندي خسائر، شنو معناها؟ معناها الأفرج أبليكيشن ريت، معدل الشدة المطرية المسلطة بهذا الجزء شبيه كان أكبر من احتياج التربة، أكثر من احتياج التربة، فش صار بي؟ صار خسائر نزلت إلى تحت مستوى سطح التربة، هنا صار خسائر. هنا معدل الشدة المطرية المسلطة لا، مع احتياج التربة، فما نزلنا وصلنا إلى مرحلة صار بيركوليشن أو تغلغل أو ارتشاح. تمام عيني؟ شوفوا هنا ردي واضحة إنه هنا بهذا المقدار هاي الجزء صار بي نو رنوف لوسز، ما عندي خسائر. هنا صار رنوف لوسز، يعني شنو معناها؟ يعني هنا كمية لازم نقلل كمية الماء من المرشة الشدة حتى نقلل الخسائر. يعني شنو السبب اللي صار هذا الارتشاح؟ لأن كمية الماء من المرشة أعلى من احتياج التربة. فإحنا شنو نريد؟ أهم فقرة بتصميم طرق الري الآلية سواء الدريب إيريجيشن أو سبرينجلر إيريجيشن، لازم هذا القانون هاي تعرفه أنت، لازم تخليه هذا يعني بيسك رئيسي مثل معادة الكونتينيوتي كويجن. الشي يقول معدل الشدة المطرية المسلطة الأبلايد أوف أفرج انفلتريشن أفرج انتنسيتي ريت، معدل الشدة المطرية. ليش أنا أكتب المسلطة؟ حتى أنوه وأذكر أنه هي الصناعية مو طبيعية، من المطر الطبيعي لا، من الاستمطار الصناعي. لازم شو تكون؟ أصغر أو يساوي معدل الارتشاح الطبيعي الأساسي اللي هو الانفلتريشن بيسك. ليش؟ حتى نقلل المقدار الضائعات اللوسز، حتى ما يصير عندي لوسز عالي. هو لازم يصير لوسز ولو نسبة 5%، لأن مستحيل أنت توصل إلى حالة آيديال بحيث أنت تلغي كل أنواع الـ إحنا نسميه أنواع الارتشاح. تمام؟ ماكو هيج حالة، يعني لازم يصير ارتشاح، بس إحنا شو نريد نوصل؟ إلى مرحلة نقلل الارتشاح أو الخسائر إلى أكبر قدر ممكن. تمام عيني؟ الفوليوم والحجم هو الكيو في التي، والكيو هو التصريف اللي خارج من المرشة، والتي هو الوقت المسلط بالري أو time of application، وقت الري المسلط. نجي على الكيو، شن فسر الكيو؟ الدي جروس في الاريا، المساحة المسلطة هسه نعتبر على ناخذها يعني مشتغلة كل المرشات سوية، فأسون في الأستو. إذا الشدة المطرية شو يساوي لنا؟ الدي جروس على التي، الدي جروس هو شو يساوي لنا؟ الكيو على الاريا، يعني هذا أعوض مكانه التصريف المسلط على الاريا أسفل في اس 2 على التي التايم اوف ريجيشن. تمام عيني؟ هاي بتحسب الشدة المطرية. الشدة المطرية أعلى شدة مطرية لازم تساوي لك الارتشاح الأساسي. تمام عيني؟ معناها بأقل وقت ممكن، لذلك أنا لازم أجد جد أقل وقت أني أصلت بحيث أوفر الماء يوصل إلى جذر النبات وأوقف، يعني جد أشغل المرشة يجوز أنا ذا شغل أنا يجوز تصريفه مسيطر عليه، لكن وقت الري عندي خطأ، لازم أحسب وقت الري أشوف جد توصل التربة ساتوريتد إلى مقدار جذر النبات، أقطع أقول هاي المرشات المفروض تعمل مثلا بتصريف 0.18 متر مكعب بالثانية لمدة نصف ساعة وأوقف، فيصير العملية إلكترونيا، يعني يصير أنت تتحكم بها كنترول أصلاً، يعني حاسبات خاصة أو يعني منظومة خاصة تشغل لك المرشات، أنت مو شرط تكون متواجد يمها، تشغل لك ياها للمرشات يومياً مثلاً كذا، مثلاً صباحاً أنت تطيها التوقيت حسب الزون للمنطقة الخاصة بك، تطيها التوقيت إنه نصف ساعة وتقطع تسوي كات. تمام؟ المضخة البومب ستيشن سوكات، تتوقف المضخات المرشات بالكامل، فالتي لازم نوصل اشقد اقل وقت ما ازيد فوقها بحيث انا وصلت التربة شبعتها وصل الى جذر النبات، هذا نسميه التايم اوف ابليكيشن مينيمم. تمام يعني؟ ويمثل اقل وقت للري بحيث كمية الماء ما تسبب غرق للتربة. تمام؟ ما تسبب لك خسائر. بالتصميم انتبه على هذه المعلومتين، ناخذ اكبر من التي مينيموم. تمام عيني؟ يعني اكثر شيء التي مينيموم، مش قد الوقت بالتصميم ناخذه، ما ناخذ التي مينيموم نفسه. ليش؟ لان احنا ما نضمن انه مرشتنا راح تعمل كل هذه الفتره الكريتيريا للديزاين لايف لوقت عمرها الاستهلاكي، فننطي شويه اكبر. تمام عيني؟ العلامه الثانيه المهمه اللي سبق نوهنا عليها
بالبدايه يعني قبل شويه، انه هو بالديزاين حتى نمنع الخسائر او اللوسز، اهم نقطه او اول خطوه نسويها انه لازم الابلايد افريج يعني الريت او انتنسيتي ريت، يعني معدل الشده المطريه المسلطه، او اذكر الشده المطريه الصناعيه من المرشات المسلطه لازم اصغر او تساوي الارتشاح الاساسي حتى نتجنب اللوسز اللي هي الضائعات او الخسائر. ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم واضحه. على المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتناول الاكزامبل بطريقه السبلنجرر الاريجيشن سيستم او ميكانيزم اريجيشن سيستم. اذا عندكم